بتكلم مع اخ محمد روراو، بشكره على الاهتمام، بشكره على واجب الضيافه اللي موجود مع النادي الاهلي. ويمكن النهارده كان بيقول ان مهتم جدا جدا السيد رئيس الدوله الجزائريه السيد عبد العزيز بوتفليقه، ان هو مهتم بنفسه ومكتبه اتصل بالاستاذ روراو ان يكون متواجد في هذا اللقاء، وده بيبين الاهتمام الكبير من الدوله الجزائريه وحرصها على العلاقات المصريه الجزائريه في المرحله دي. بيهمنا بكره ان شاء الله ان اللقاء يطلع في قوه كبيره وروح متميزه، بيهمنا تبقى العلاقات الجزائريه والمصريه على اعلى مستوى. زي ما انتم عارفين ان الرياضه لها تاثير ايجابي كبير جدا ولها تاثير سلبي في نفس الوقت. كان هناك تاثير سلبي في اللقاءات الجزائريه المصريه، انتهت الفتره اللي فاتت خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا، العلاقات اصبحت على اعلى مستوى سواء على المستوى الرياضي او على المستوى السياسي. عاوزين نستغل الروح الوديه العظيمه اللي بين الشعبين. ان شاء الله باذن الله بيمر اللقاء بصفه وديه كبيره جدا، وبتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي، وبتمنى انه يعمل وراه متميزه. انما الاهم من ده كله ان تطلع روح الفريقين على اعلى مستوى، استقبال متميز ان شاء الله. نشوف في الملعب الروح الرياضيه دي موجوده، وانا شايف يمكن الاخ محمود طاهر حريص كرئيس النادي الاهلي بيتكلم مع اللعيبه وبيتكلم مع الاداريين انه بكره اللقاء ده متبادل. انا يمكن بالصدفه قابلت السيد رئيس الوزراء الجزائري من حوالي شهرين، كان عندنا لقاء هنا، ويمكن اتكلمنا ان احنا لازم نعمل لقاء ودي ما بين مصر والجزائر. ويمكن خلال المرحله الجايه ان شاء الله هيبقى في معسكر تدريب للمنتخب المصري في الجزائر هنا في عندهم. الحقيقه هم الاتحاد الجزائري عنده معسكر متميز جدا جدا، ويمكن اتفقت مع الاخ الاستاذ محمد روراو ان شاء الله ان المنتخب المصري في اقرب فرصه يكون متواجد ويؤدي معسكر تدريب هنا مع اخواته الجزائريين، وده هيدوب كتير جدا جدا، وده بياكد على قيمه العلاقات المصريه الجزائريه باذن الله. هو الاتحاد الدولي السيد بلاتر يمكن الخطاب اللي بعته للاتحاد المصري بياكد فيه ان الرياضه دي مهمه جدا جدا، وبياكد فيه ان ممكن ما ذكرش بالاسم، انما في لقاءات قبل كده كنا بنتكلم ان الدوري بيقام في سوريا وبيقام في العراق في ظروف غير طبيعيه، انما بيقام الدوري. فاحنا مصر طول عمرها مصر امينه باذن الله تعالى. فهو من هنا بيقول يا جماعه ان الرياضه دي مهمه جدا، واذا كانت هناك جروح خلال الفتره اللي فاتت وهناك شهداء ومشاكل كثيره جدا موجوده حول كره القدم، انما هي كره القدم المفروض انها تلقم الجراح، وهي اللي ان شاء الله تكون خلال المرحله الجايه يمكن الباعث للروح المصريه الاصيله. فبنتمنى باذن الله ان الدوري يرجع، لانه الحقيقه في قطاع كبير جدا بيعمل. احنا حريصين على مستوى كرة القدم المصرية اللي اتأثرت خلال الثلاث أربع سنين بعد توقف الدوري، مش عايزين المرحلة دي ترجع تاني. إنها شفتوا لما الدوري وقف وعدم انتظام الدوري المنتخب المصري مستوى قل جدا جدا. بتمنى طبعا الدوري يرجع، لأن هو ده اللي هيخلي المستوى تاني يرجع إن شاء الله.